قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. عشان في ناس كثيرين بيجوا اسمعوا الحلقة يقوم معايا لك كده يقول لك أمة محمد بخير. أي صح أمة محمد بخير، لكن الخيار أو الذي خيرنا به الله ما هو؟ قال الله تعالى: تأمرون بالمعروف كنتم خير أمة للناس. مالكم بتعملوا شنو؟ تاكلوا زلابية؟ أها. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. وبعد ذاك، لأنه في ناس كثيرين عندهم مع العبارة الثانية دي حساسية والله، عشان كده الحلقات دي مستشفيات لافة. عرفت كيف؟ دي مستشفيات متجولة إن صحت العبارة. أي زول هنا عنده مرض في القلب بتفحصني بآيات من كتاب الله وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ما شايف واحد بينزل من المواصلات كويس يجينا بس حاجة بسيطة نص آية بيقوم طوالي تيستا غير أوتوماتيك سرعة 160؟ والله ليه؟ لأنه عنده مرض في قلبه. عشان كده الله قال: وإذا ذكر الله وحده. أن احنا الموضوع جايينه عشان ما في واحد يجي يقول يا مولانا علموا الصلاة، هنا ما عندنا صلاة والله، تعليم للصلاة هنا ما في. ولا يقول لك يا مولانا علمونا الوضوء، هنا تعليم للوضوء ما في. وكان علمناك الوضوء أقرب إبريق بنوريك تتوضى كيف وتبقى مارق، نقول لك أول ناقض من نواقض الوضوء الشرك بالله. يعني كان اتوضت 60 مرة، بسم الله اتوضت 60 مرة، قلت يا فلان تلحقنا؟ انت الإسلام بتاعك اتنقض والوضو اتنقض والستين وضو دي ما عندها أي حاجة، ما تجوز تصلي بها والله. عشان كده المزارة دي خطيرة جدا، عودي من أجلها الأنبياء وطرد من أجلها المرسلون. انت قال المرسلين دقوهم في شنو إن صحت العبارة، أو طردوهم في شنو؟ طردوهم في الوضو ولا الصلاة؟ وأبو جهل زمان بتاعته كان بيصلي، أبو جهل بتعرفوا اثنين كبار والله، أبو جهل كان بيصلي. الله قال: وما كان صلاتهم عند البيت. ومشركين كمان بيصلوا في المسجد، في مسلمين الآن ما بيصلوا في المساجد والله. ممكن يشوت لك العصر والمغرب والعشاء كلهم جمع والله، كلهم يشوتين لك. المشرك زمان ما بيصلي في بيته. قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. عشان كده الحلقات دي لازم تعرف حاجة، الحلقات دي بنيت من أجل توحيد الله الذي من أجله خلقنا الله عز وجل، ورفع السماوات وبسط الأرضون ونصب الجبال وشق الأودية والأنهار. قال الله تعالى في الآية 56 من سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ده الموضوع. عشان كده ممكن كثير من الناس تجي تقول لهم اسمعوا قيموا الصلاة يكونوا متكيفين، ما تسرقوا يكونوا متكيفين، ما تعملوا كده يكونوا متكيفين، ما تشربوا لا أخدر لا حمر، وما تخطوا حاجات تدردموها وتخطوها، مبسوطين جدا. مما تجيهم للشيء الثاني وهو النهي عن المنكر، ذاك ما أمر بالمعروف. مما تقول لهم اسمعوا الشغلانية دي شرك بالله عز وجل يصرصروا. أولا شيء طبعا الشغلانية أن احنا علاجنا به سيسي سيسي، وهني بنديه 5 سيسي طوالي. عشان كده ما بيقعد في الحلقة دي إلا راجل، وأنا بديك الدليل من الكتاب والسنة.
في الحلقة دي كان قعدت واستحملت وانت متكيف، انت زور راجل والله. الله قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مالهم؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ده جايين لك نحن، لا جايين تبقى أنصار سنة عشان ما تتخدع، تجي ماشي مع صاحبك، صاحبك يقول لك ديل أنصار سنة أمشي أرح أرح، لا لا ديل ما أنصار سنة. أها ناس داعش، أزول ناس داعش ديل عصر الأبنص نمن الكربريتر يتفرطك، ما ناس داعش. أها إنتو جاي إنتو من وين؟ أنا من السودان. جنسكم شنو؟ سودانيين من قبائل متفرعة والله. فينا الشكرية، فينا البطاحين، فينا غيرهم والله، فينا الهوسة، فينا النوبة، عندنا أخواننا شوفهم. أها لا إنتو تابعين لمنو؟ تابعين للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما تابعين لأي زول ولا أي زول، وما دايرين تتبعونا لزول، ما دايرين نتبعك لزول، لا عندنا لك مهيوبة بنأكلك ليه، ولا عندنا لك قريشات بنديك ليه. كان جيت استغمت حق الكهرباء من جمعون الدنيا بتاع الكهرباء، الموضوع انتهى والله، نشين منك ذاته. أها ما عندنا، ما عندكم طائفة ننتمي لها؟ ما عندنا أي طائفة، يعني انتم مع أي زول؟ أي ما مع أي زول إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ودل دارينك تمشي وراه والله، دارينك تكون مستقيم مسلم، ما تبع طريقة والله، لا طريقة كزنزانية ولا طريقة عجلاتية ولا طريقة غبورية. دي السنة الجاية طبعا، دي 2018 الطريقة الغبورية، قالوا 2018 دارين يفتتحوها في ميدان الخليفة، ولا طريقة خاتمية ولا طريقة سمانية ولا ناس داعش ولا أخوان مسلمين ولا أنصار سنة ولا أنصار سنة ولا أي حاجة والله. تبقى مسلم مؤمن، عقيدتك في الله، تنادي الله براو وتستعين بالله براو وتتوكل على الله براو وتتابع النبي صلى الله عليه وسلم وتطيعه، بتخش الجنة. لحقت عملت لك طريقة ولا جماعة ولا طائفة بتتورط في نار جهنم، وهنا بتجي تنطن، هنا في ناس كثيرين بيجوا تنطنوا. أها جابوا الجماعة، الجماعة جبناهم في شنو؟ عندنا معاهم تبش فارشنو؟ لا لا. بتيخ منافسيننا فيه؟ لا لا. عندنا معاهم عربات جارية في الموقف؟ لا لا. عندنا معاهم شنو؟ ناس البرعي والمكاشف والكباشي، عندنا معاهم شنو نحن؟ عندنا معاهم دين الله وتوحيد الله ده، وعشان شالوا حق الله نحن هم نخليهم. هنا دي كان حصل موت، موت عديل. نحن الجماعة ده ما بنخليهم عشان تقنع من الموضوع ده نهائي والله. ليه؟ لأنه نحن بنقول نادوا الله، في ناس بيقولوا نادوا غير الله، بنتفق؟ طبعا أنصار السنة جماعة كلها كده سجم الرماد وكلهم جمعون وقالوا بنتفق، نحن ما بنتفق. البنادي الله وبنادي غير الله ما بيتفقوا يا أمة. الله قال عن إبراهيم عليه السلام لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، معلوم؟ إذ قالوا لقومهم إنا تعرف قومهم دل منو؟ أعمامهم وابهاتهم واخوانهم وخيلانهم والله، كانوا بينادوا اللات، واحدين ينادوا العزة، واحدين ينادوا منات، ودال بينادوا الله. عشان كده إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، السبب شنو؟ ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا، أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. لمتين العداوة مع أهل التوحيد وأهل الشرك دي؟ لا تخطها في راسك والله. شفت زول موحد في الدنيا دي
وذول مشرك عقيدته في اثنين، في الله وغير الله، دل ما بيجتمعوا في الدنيا والله الا يجتمعوا يشاكلوا. والله في ديكين بيقعدوا في قفص، اي كان قاعد الديكين في قفص، الموحد والمؤمن بيقعدوا في قفص، او المشرك والمؤمن بيقعدوا في قفص وما بيتلاقوا، ديل نهائي ما بيتلاقوا. عشان كده ديل خطين متوازيين، سكة حديد، تعرف السكة حديد بتلاقن كده، ما بتلاقن الا يتلاقوا دين قده ودين قده، ولا ما كده. والغلبة والنصرة للموحدين، قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ربنا ارضى لنا شنو يا جماعة؟ الله قال إن الدين عند الله الإسلام، تبقوا مسلمين بس. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أنا ما داري إنك تخسر، والله الجماعة ديل في النهاية بيورطوك وبيخسروك، تجي روحك تلقى روحك في نار جهنم وانت ما جايب خبر. ليه؟ لأنه بيقول لك أمسك في غير الله، بدل تدعو الله يقول لك لا. ونحن بنقول لك مدائحهم وقصائدهم، وهنا الكلام ده ما ناكرنه، جابوا في إذاعات وفي قنوات، انت المسكين تزعل لهم هم؟ والله تلقى واحد قاعد يبكي هنا في الشقلة، في واحد جا قاعد يبكي وجاء طبعا من زعج، قال له يا مولانا ما تتكلم في أبونا الشيخ شيخ الزريبة. أها، قلت له أبكي والله لحد ما خش نص الحلقة، قلت له أبكي، زول بأعمته قاعد يبكي، إيه يا زول مالك؟ قال له اتكلمت في أبونا الشيخ، أنت تبكي لأبوك الشيخ وأبوك الشيخ ماكل حقك في الدنيا، ياكل حقك، داير ولد بوقية، داير نص ولد أو داير بيت بنص وقية، ده عيبنا، هاي ده عيبنا، عيبنا ده كويس جدا، أنا إحنا بنتكيف منه. المهم هسه زي عمنا ده معلش يقول لك ده عيبنا أو ده عيبكم، كنتوا ماشيين كويس لكن خربتوها. لا أنا إحنا كنا ماشيين ملولوين، جينا في الطريق هسه يا دوب والله أنت ما عارفنا، خدتنا خمسة، ما قلنا لك خمسة سيسي تثبت هنا، تخليك زي الموحد تدافع لله. والله ما تدافع لك ليه بشر زيك يا خل؟ زول ده قال كلام وكاتبه في كتاب وعملوا في مدايح وغناء وقال في التلفزيون وفي الإذاعات، انت مالك؟ انت حرقك وين؟ والله بعد ده يجيبك يقول لك لا يا مولانا ما تتكلموا فيه، ياخذ شال حق الله. هسي كان في واحد شفاتي بيجاي نشلك والله موبايل جالكسي، بس موبايل جالكسي، يقول لك اسمع يا مولانا اتكلموا لنا في الشفاتة ديل. ها الشفاتة ديل نتكلم فيهم ليه؟ يقول لك والله شالوا حقنا يا انت جاسفوك شنو؟ لا يقول لك جاسفونا موبايل جالكسي وخدت معه حق الخضار 150 جنيه وحق الفواكه جاسفون كلهم. ايوه جاسفون كلهم، شالوا حقك انت يعني ان احنا نتكلم فيهم. اها وشالوا حق الله، الدعاء حق الله ولا ما حق الله؟ قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني شنو؟ استجب لكم. والجماعة دل بعد ما يغشوك في الدنيا ما بدوك اي حاجة، وتمسك فيهم في الاخرة بفكوك في نار جهنم. ونحن في حلقة الثلاثاء في الشعب ام درمان كلمناك بالايات والاحاديث الهسي تتلى عليك، بفكوك في نار جهنم وبتتورط. عشان كده ربنا عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ايوه اه يا مولانا، في ناس بيقولوا ننادي غير الله، هاي في ناس بيقولوا ننادي غير الله، اسمع في المدايح والاذاعات طبعا بيجيبوا لك مدحة، والله فلانة كلثوم بمناسبة عودتها من الحج وشفاء ابنها الأصغر تهدي هذه المدحة
للحاجة فاطمة بمدينة سنار. يجيبوا لك المدحة. طبعا الناس متكيفين والله، دي مديح. يقول لك بناديهم بناديهم بناديهم، ديل أهل الله بناديهم. ده نادى أهل الله ولا الله؟ نادى أهل الله. قال أهل السلسلة بناديهم، ما فوقهم إلا بناديهم. بعد عشان أوريك داري ورطك. قال قوماك يا أخي، ما خدت لك السارقة لك بيل. قال لك أنا بناديهم. أها. وتاني عشان يمرقك برا برا البحر يغطسك في نار جهنم. قال قوماك يا أخي قوم. أها نقرت. أقول شنو؟ ناديهم لي رجال الله البزيلوا البي. قال في التلت ناديهم، ده دخلك جوا المخلايا وماشي يبيعك في السوق عن نجيط. قال في التلت ناديهم قوم أصيح ليهم وابقى منهم أليهم. أيوة دار يأكل حقك مقبالك. قلت لك أنا باعك هسي في السوق الكيلو حق السمك بعشرين ولا ثلاثين باعوك. قال في التلت ناديهم قوم أصيح ليهم وابقى منهم وليهم. عشان كان عندك نعجة ولدت لها حملين، تشيل الحمل السمح ذاك اللي بينطط. والله حمل الخريف ما شفته كيف؟ قول لك والله اسمع، انا مودي الحمل ده لابونا الشيخ. ولا الغنماية كان ولدت لها عتوتين، ما قالوا العتوت ضابحنا يا جماعة. والله يقول لك اسمع، والله ابونا الشيخ ده طبعا انا نازر لنزر اودي له عتوت اطبح باربعة. يا زول أبربع أشوف أمك أبوك برهم أطبح لهم عتود. يقول لك لا، زي ما واحد لقيته في سوق مدرمان أنا أختم لك بدي. قال لا يا مولانا، أنا بسلم على أبويا الشيخ في يده أها وفي كرعينه أها، والخائب ده أخي بسوداني أنا لاقاني. قال لي وأنا أبويا الشيخ كان ما ودت لي مرتي تبتب لي ما برتاح. الله يسألك ده خايب ولا ما خايب؟ ده في ناس زي ديل، في ناس بعد عرسة عديل عرسة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخايب يسوق لأبوك الشيخ، طبعا بيجي الشغل عليها بتكون جاهزة. قل لك اها ماشي لأبوك الشيخ ليه؟ ده ما حاصل في السودان؟ حاصل والله، ده واقع مرير نشكو منه وزغنا والله مرارته بألسنتنا. انت ما عارف البلد دي ماشية لتحد؟ تقال ماشية لتحد شنو؟ الدولار نزل وارتفع. شوف البلد دي كما استنفرت وشفرت من الشرك بالله، ما بتقوم لا قايمة. عشان ما تفرح ساي ولا تقول البطاطس بترخص. في صوفية البطاطس ما بترخص والله. اها تقول البنزين بينزل. في الشرك وتصوف يطوفوا بالجباب ويعبدوا الأموات من دون الله، البنزين ما بيرخص والله. عشان انت ما تتخدع ساي. المهم بعد ما يعرس المرأة البيت مسكينة يخوفها من أبوك الشيخ، يودها لأبوك الشيخ يقول لي أسمع يا أبو الشيخ برك لي برك لي. أيوة يبرك لك. أيوة يقول لك والله طبعا الشيخ ده ببرك لنا. اها نحن جايينك هنا عشان ما ينتهك الاعراض وتسلب الاموال. زوجتك اتزوجتها تسوق طوال اقرب شقه ولا تشوف لك اقرب زقاق، دي حلالك والله ان شاء الله في ركشه ما حقتك. اها ما توديها لاي ابوك الشيخ ولا امك الشيخ، عرفتها؟ وقروشك تبي الربا والديك تدها لاولادك والله تنفق فيها في سبيل الله عز وجل، ما تديها تقول لك ابويا الشيخ عمل لي وابوك الشيخ فعل لي. ابوك الشيخ ما عنده اي شيء. المهم قلت له يا مولانا ذاته قال لي بودي للشيخ مرتي تبتب لي. والله قلت له يا مولانا انت بتسلم على ابوك الولدك ورباك، يا خساره تربيتك. والله قلت له انت بتسلم على ابوك في يده وبتعصر لك قرعينه. قال لي ما بسلم. قلت له ايوه ليه بتسلم على الشيخ؟
قال لي الشيخ ده ما اي حاجة عنده. قلت له كيف اي حاجة عنده؟ قال لي والله ما ياهو، مما قمنا ابواتنا علمونا انه نسلم على ابونا الشيخ ونملص النعلات بتاعتنا حتى نمشي نسلم عليه، وها ونبروك لك في الواطة، ونحن من الحلقات دي بنقول لك ما تبرك والله، ولا تسلم على زول ولا تدهنس لزول، داير حاجة؟ الله قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. اتزوجت سنتين ما ولدت، 3 سنة ما ولدت، تعال أنا عندي لك وصفة، أضرب لك باستا بلبن وامشي شوف الحاصل شنو. أدعو الله، أسأل الله عز وجل. الله قال عن إبراهيم عليه السلام ربي هب لي من الصالحين. ما تودع لأبوك الشيخ بعد 9 شهور و10 يوم يجي الولد زي أضانه زي أبوك الشيخ. أنا هنا في حلقة الثلاثة كلمناك والله تجي تقول آه مولانا أسمع ديني 2 مليون، ما لك يا زول والله عندي اسمايا، ده ما ولدك عن جيد، ده ما ولدك، انت دقوا فيك مقلب بتكشفوا يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأقدم الأخ أحمد مصطفى فليتفضل مجزيا مشكورا.